الأعزاء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفقرة، المخصصة للحوار في الوراق، كما قلنا في تقديم هذه الحلقة، مخصصة للدكتور عبد الله الطيب. حينما نذكر اسم الدكتور عبد الله الطيب نذكر جملة مؤلفات يمكن تسميتها مؤلفات الأمة المؤسسة، ليس فقط في الثقافة السودانية بل في الثقافة العربية كلها. كتاب هذه الحلقة الأحاج السودانية لغرابته وطرفته، لأنه كتاب كتب العامية، سيكون سؤال الحلقة حول هذا الكتاب: ما الذي دفع الدكتور عبد الله الطيب أن يؤلف بالعامية، وأيضا قراءة وتحليل لهذا الكتاب. أنا سعيد أن يكون ضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور عبد اللطيف سعيد، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة أفريقيا العالمية، والذي صدرت له عدة مؤلفات من ضمنها طابت الشمس غابت في العام 1999، ثم بالاشتراك مع الدكتور عبد اللطيف البوني كتاب البرعي رجل الوقت، وأيضا ترجمته لكتاب قصة انتشار الإسلام في أوغندا لعبدو كاسوزي، وأيضا كتابه عن مصطفى صادق الرافعي حياته وأدبه ومعاركه، وأيضا عمله المهم ترجمات لسونيتات شكسبير. دكتور، مرحبا بك في الوراق. أهلا بك يا أستاذ. طيب، أنا في التقديم قلت الأحاج السودانية ضمن مؤلفات عبد الله الطيب يمكن أن يكون نقطة مختلفة أو كتاب مختلف، لكن قبل ذلك ماذا نعني بالأحاج؟ والله أصلا هو عبد الله هنا في المقدمة بتاعته قال إنها من الحية، بمعنى الذهن أو العصف الذهني أو التفكير يعني، فهي في أساسها هي نوع من الألغاز بيقول الكبار للصغار ويقول الكبار لبعضهم البعض، حتى يعني المحاجة نفسها هي فعل مشاركة يعني، يعني أنا أحاجيك وأنت تحاجيني، بمعنى إنه كل واحد منا يحاول أن يغالب الآخر في الفهم وكذا. ولكن هذا الكتاب بالذات في نظري هو كتاب بتاع أنس، مطلوب منه هو تقريبا هدهدة الأطفال للنوم، حجيتكم خير الله جانا وجاكم. أيوة. طيب قبل ما ندخل على الكتاب يعني ماليا وكذا، أنت دكتور برضو المتتبعين لمشروع الدكتور عبد الله الطيب، إذا سألنا عن المنهج الذي اختاره الدكتور لكتابة هذا الكتاب. والله عبد الله الطيب هو المتأمل في كتبه كلها، هو رجل علامة عظيم وكبير وفريد يعني، لكن عنده طريقة في هنا اللي هي التأليف الاسبونتينيوس، التأليف الاسترسالي القائم على الفكرة المتتابعة. يعني غالبا ما بتلقى عنده يعني حاجة كده مرسومة بطريقة صارمة، وافتكر ذلك راجع لتدفقه ولتمكنه ولثقته بنفسه، وده باين في الكتاب. يعني من نفتح الكتاب الأحاج السودانية حتى أنه في التقديم، والتقديم لعله يمكن وصف أنه متواضع يعني، صحيح، ولم يعني يريد الدكتور حتى أن يعرف التفصيل للحجاج، لكن في تقديم الدكتور عبد الله محمد أحمد اللي هو رئيس قسم اللغة العربية السابقة في جامعة خرطوم يقول أنه هذه إثارة من حياة حافلة، مجموعة قصة تسري عن الخواطر بما ترويه من عذب النوادر، جمعها المؤلف إبان حياته العامرة وكذا. من السؤال برضو ممكن أن يطرح حول القصص التي احتوتها هذه الأحاجي، عناوين أيضا سودانية من التراث الشعب السوداني، صحيح. مثل مثلا يعني مثلا زي فاطمة السمحة، و أنا ما مستحضر كويس، فاطمة السمحة والملك البخيل وتاجوج والمحلة القصص دي دكتور توصل بأنها أسطورية، بمعنى شنو يعني حينما نقول ذا البعد الأسطوري؟ بعد أسطوري يعني فيها زي ما في الأساطير يعني من الشطح الخيالي والمبالغة والتأليف وشيء من الكذب، والكذب الجميل الذي يحبه الناس وكذا يعني. عندها وظيفة مؤكد، لأن هي أصلا هي يعني موظفة للتسري عن الأطفال، خاصة في الفترة ما قبل أن يناموا، فهو تشحذ أذهانهم وتنمي خيالهم، وفي نفس الوقت تجعلهم يهدأوا ليناموا نوما طيبا. في الثقافة السودانية الأحاج كثيرة. نعم. يعني ليس هذا فقط الكتاب المسمى بالأحاج السودانية في ثقافة السودانية، هناك كتاب آخر؟ والله انا ما البدري عنده حاجه، انا ما اعرف الكتب، لكن هي الحاجه دي اصلا هي ثقافه شفاهيه في المقام الاول يعني. طيب. يعني كونها تكتب في كتاب دي حاجه غريبه، لان اصلا هي
ثقافة شعبية متداولة وشفاهة بين الناس، وهي غالبا يعني ما موجهة للناس القارئين والكاتبين، هي موجهة للناس عامة الناس الأميين يعني. كل ثقافة فيها أحاجة، مؤكد ديفينتلي. الثقافة العربية كان فيها أحاجة؟ أيوة كان فيها أحاجة. طيب. نعم، وزي ما قبل في ونحن نتكلم قبل ما نحضر الحلقة كنت بتكلم عن إنه الحريري مقامات الحريري فيها شيء من الأحاجة ونظري إلى ذلك. وطيب يعني هذا يعني أنه كل ثقافة تحمل داخلها مجموعة من هذه القصص. مثلا الثقافة الأفريقية، أنا بدرس الأدب الأفريقي، كل فيه كثير جدا من الأساطير، غني خالص. والفكرة دي أفتكر هي فكرة إنسانية، وفي أثينا كان في أحاجة، في روما كان في أحاجة، في أوروبا كلها على عمومها في أحاجة، في أي مكان في الدنيا، في الصين، في اليابان، في أي مكان، في الهند في أحاجة. يعني هي دي مسألة مشتركة بين الإنسانية كلها يعني. وتلعب نفس الدور تقريبا هي أصلها، هي إما تلعب الدور ده بتاع التسلية أو تلعب الدور بتاع التعليم. أحيانا يراد بها التربية، يعني القصة في الآخر الخلاصة ما يستفاد منه إنه الإنسان يكون أمين، إنه الإنسان يكون شجاع، إنه الإنسان يكون كريم كذا يعني، رحيم. يعني الحاجة تلعب دور القيم أو دور يعني تثبيت القيم عبر زي دور المسرح كده. ما هي ذاتها كانت زي المسرح أو المدرسة، لأنه زمان ما كان في مدارس، فالحاجة دي أصلا يعني من لدن بداية الإنسانية قبل أن يعني تخطط المدارس والمناهج والبتاع، فهذه كانت مدرسة الشعب يعني. نعم. أنت على ذكر أنك أنت اشتغلت في أفريقيا، الأحاجة الأفريقية والأحاجة السودانية هل تمت علاقة ما بين؟ والله أحيانا تكون مشتركة. يعني أنا لقيت لي كتاب مترجم بيتكلموا فيه عن قصة رجل صالح في شمال نيجيريا بيقول ما نحن بنقوله هنا، أكل يا كمي قبال فمي. ده فرح وتكتوف. نحن بنقول فرح وتكتوف، هنا بيقولوا له واحد تاني، أبو بكر علي ساموشي أو أي اسم آخر يعني. فهي يعني لأنه المياه دي متداخلة، وهي مسائل شعبية قائمة على الوهم يعني. في مقال كتبه الأستاذة والدكتورة عبد المنعم حاجب الفية بالتركيز على كتاب الدكتور عبد الله الطيب، ويمكن هو انتقد أيضا أنه لم يقف كثيرا الدكتور عبد الله الطيب لتعريف الأحجية وكذا، وبيقول أنه هذا الكتاب ينتمي أو عرف أنه حكايات شعبية ذات بعد أسطوري أقرب إلى ألف ليلة وليلة. أنا أتخيل ما يعاب على المؤلف إنه ما عرف تأليفه. أحياناً التأليف نفسه يعرف نفسه. يعني أنت يعني في كتب ما عملوا لها مقدمات أصلاً. طيب. وفي كتب زي ما بيقولوا الناس الأدب، في كتب بقت مقدمات، المقدمات بتاعتها غلبت على الكتاب نفسه. أثرت. زي مثلاً مقدمة ابن خلدون. صحيح. لغة الكتاب. تركيز على المقدمة أكثر. في كتب ما عندها مقدمات، أو في كتب المقدمات بتاعتها ضعيفة، أو في كتب ما عندها مقدمات أصلاً. فأنا يتخيل عبد الله الطيب كونه ما يعني ما شرح الموضوع ده، ما يحتاج إلى شرحه، لأنه هو يشرح نفسه. مؤلفات عبد الله الطيب فيها الحاجة دي يعني عادةً. ما بيقف كثير عند تعريف المفاهيم والمصطلحات وكذا. والله يمكن أنا زي ما قلت لك بيلي ثقة بنفسه يعني دائما هو يميل إلى التدفق. يعني لو لاحظت حتى في المحاضرات بتاعته كثير جدا من تلاميذه قالوا نجيه نقول له عندنا محاضرة، يقول لنا المحاضرة عن شنو، نقول له والله نحن حد ياسي ما عارفنا، يقول أنا بجيكم وأي موضوع تقوله أنا بتكلم فيه. يعني هو كان واثق من أنه يعني مالك ناصية كل شيء، بيتكلم متدفق. وده انعكس على مؤلفه. نعم. طيب انا عاوز ارجع تاني لموضوع الثقافه العربيه. احنا بس ذكرنا مقامات الحريري، هل في الشعر العربي نلقى اي اشاره لموضوع الأحجية؟ والله يعني بتلقى مثلا في الشعر العربي يقول لك انا مثلا مشيت في صحراء، والصحراء دي فيها الجن يعزف وفيها العفاريت وقابلتني العنقاء. احيانا يكذبوا يعني ويتخيلوا أشياء زي دي، فهي دي يمكن تصف في هذه الفكرة، فكرة الـ 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 الأسطورة أو الخيال الجامح كذا يعني. طيب إذا جينا مثلا القضية اللي أنت برضو اشتغلت عليها، ما يعني العامية أو الكتابة العامية في الثقافة السودانية، إذا عاوزين نرسم عدد من المؤلفات
انها اشتغلت وكتبت بالعامية نذكر شنو؟ يعني مثلا كتاب طبقات الضفة، الله، ده أشهر الكتب. أيوة. يعني المدايح النبوية كلها تعملت بالعامية، شعر الحقيبة مثلا، شعر الدوبيت قبل الحقيبة، كل هذا تأليف بالعامية. طيب دكتور، يعني حينما نعدد بعض المؤلفات السودانية المكتوبة بالعامية، أنت ذكرت طبقات وضيف الله. أيوة. ويمكن أيضا كاتب الشونة، مجموعة كاتب الشونة. طيب في الفترة ديك ممكن نلقى مبرر للكتابة العامية؟ نعم، أنا أفتكر المبرر للكتابة العامية خاصة في العمر الأول، الفترة الأولى للسلطنة الزرقاء. السلطنة الزرقاء طبعا هي مشروع عروبي في السودان وإسلامي، ف يعني يعتذر، ربما يعتذر للجماعة أنهم كتبوا بالعامية، لأن الوقت ذاك التدريس أو التعليم ذاته ما رسخ، فبقى معظم الشعب كان أمي، ولهذا مخاطبتهم بالعامية كان أقرب إلى أفئدتهم من مخاطبتهم بلغة ما يفهموها. يعني كان المعتمد باللغة المعتمدة، لكن أيضا كان هناك كتابات بالعربية في كتابات، لكن لو لاحظت انها برضه ركيكه فيها ضعف. حتى الشعر في الفونج ما كان يعني يمكن احسن قصيده سمعت، يا واقفا عند ابواب السلاطين ارفق بنفسك من هم وتحزين وتنسب لفرح والتكتب. فرح والتكتب، واحيانا نشكك ايضا في وهكذا. نعم. طيب يعني في كتب بالعاميه، احنا مثلا حينما نذكر مذكرات بابكر بدري، نعم، كتبت بالعاميه. نعم. طيب وده إرث كبير برضو، رغم أنه أكريدي كان على درجة من التعليم. صحيح. لكن اختار أنه يكتب بالعامية. ما عشان كده السؤال بتاعنا إنه لماذا يؤلف الناس بالعامية؟ طيب. يعني ده سؤال مهم جدا، لأنه التأليف بالعامية في فترات في 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 بدايته أو في مبدأه هو يعني كانت دعوة قام بها العلمانيون في مصر، أحمد لطفي السيد وسلامة موسى. أه. وفي لبنان سعيد عقل. فهي الدعوة أصلا كانت دعوة لإنهاك اللغة العربية أو للتخلص منها نهائيا. أن تحل العامية محل، أن تحل العامية محل اللغة العامية. وعشان كده في بعض الناس حراس اللغة العربية الفصحى زي مصطفى صادق الرافعي كان بيفتكر إنه أن هذه جريمة، كان بيفتكر إنه التأليف باللغة العامية هو مساوي للغزو العساكر الأجنبية للبلاد العربية والإسلامية. ده في مصر. في مصر. السودان كان فيه دعوات زي دي؟ يعني دعوات أنه نعتمد العامية أكثر؟ ما هو السودان في الغالب بيكون صدى لما يكون في مصر. يعني كان الشعر ولا كان النقد ولا كان الأفكار الأدبية. نحن كنا لفترة طويلة تابعين لمصر. نحن بالمناسبة يعني ما أخذنا استقلالنا بصورة قوية إلا بعد ما جاء عبد الله الطيب وجاء الطيب صالح وبقت أسماء كبيرة في. لكن ده بين في مشروع محمد أحمد محجوب من الثلاثينات لما كان بيكتب في الفجر والنهضة، نحن عاوزين أدب سوداني، أو من حمزة الملك طنبل يتحدث عن الأدب السوداني، ما مربوط بعضه. أي لكن لأنه طبعا الإعلام مسلط على المصريين أكثر. يعني نحن ما عندنا إعلام، وللآن الإعلام بتاعنا إذا قارنت بالإعلام المصري غير. لكن الدعوة القومية الثقافة يا دكتور ما مع عبد الله الطيب، الدعوة دي موجودة، من يقرأ مقالات الثلاثينات عرفات محمد عبد الله، مقالات المحجوب، مجموعة من الناس، كان دعوة واضحة إلى الأدب القومي، خصائص سودانية للثقافة والدعوة والأدب، الحركة الأدبية في السودان إلى أين هي أن تتجه؟ ما مرتبط الأمر فقط بتيار عبد الله الطيب؟ أي لكن أنا أتخيل لي كانت الفكرة زي فكرة سياسية. سياسية استقلالية، يعني هم ناس محجوب والجماعة ديل كان طبعا مغطي على أذهانهم الفكرة بتاعت الاستقلال بتاع السودان، وإنه السودان يكون عنده ايدنتيتي، يكون عنده شخصية ثقافية وهوية مختلفة وكذا وذاتية. لكن أنا خليهم ما مشوا في ما سبروا غور الأمر إلى الطريقة بتاعة الدعوة إلى اللغة العامية زي ما عملوا ناس لطفي السيد، ولا ما زي عملوا السعيد عقل، ولا زي ما عمل سلامة موسى. الدعوة في مصر كان أوضح، مشكلة الدعوة أوضح ده. وفي لبنان، في لبنان حتى كان سعيد عقل بيسميها الحالة اللبنانية، بيقول نحن ذاتنا ما عرب، نحن مفروض نلحق بنفس موقف أحمد لطفي السيد داعي للفرعونية الجديدة. نعم صحيح. طيب خلينا نجيب في الفرعونية الجديدة ونخرج لهذا الفاصل دكتور، ثم نعود لنواصل حوار في الوراق مع دكتور عبد اللطيف سعيد حول كتاب الأحاج السودانية للدكتور عبد اللطيف. كونوا معنا. مرحبا.
مرحبا بكم مرة أخرى. لازلنا في الوراق مع دكتور عبد اللطيف سعيد وناقش كتاب الأحاجي السودانية للدكتور عبد اللطيف. دكتور مرحبا بك مرة أخرى في الوراق. يمكن أن يكون السؤال ما دواعي عبد اللطيف للتأليف بالعامي؟ صحيح، لأنه عبد اللطيف يعني من ناحية منطقية ينبغي أن يقف في الضفة المعاكسة للكلام ده، لأنه هو موقفه من اللغة العربية الفصحى معروف، يعني هو من المدافعين عنه ومن حراس اللغة العربية. طيب لماذا هو ألف باللغة العربية ومش هو باللغة العامية، ولماذا ألف من بعده تلاميذه باللغة العامية؟ تفتكر دواعي دكتور عبد الله الطيب في التأليف بالعامية؟ والله يعني في دواعي يبدو لي كثيرة، منها دواعي وطنية، ربما زي ما قبل قلنا عن ناس محجوب انهم كانوا بيفكروا في انه يجعلوا للسودان اسم، يجعلوا للسودان ذاتية مستقلة وكذا. بعدين الشيء الثاني انه عبد الله الطيب كان حوالي في سنة 47 إلى سنة 50 كان في بريطانيا، وربما يكون يتأثر بأنه كان يعني كان الأوروبيين بيعتمدوا في التدريس والتأليف كانوا بيعتمدوا على اللغة الكلاسيكية، وبيعتبروا أي كتابة بلغة ملحونة أو لغة كولوكيال ده يعتبر ما صحيح ولا يسمح به في التدريس. لكن في الفترة ديك اللي كان فيها عبد اللطيف هناك حصل تراخي، وأصبح يقبل الفولكلور كبحث يعني محترم ويدخل في الجامعات. فيمكن عبد اللطيف جاب الفكرة بتاعة التسامح في قبول اللغة الشعبية واللغة العامية من هناك إلى هنا. يكون ده مؤثر ربما خارجي. هل كان في مؤثر داخلي؟ مؤكد مثلاً، لأنه الناس في الجهة الأخرى من عبد اللطيف المدارس الاشتراكية والمدارس الأخرى اللي هو عبد اللطيف ده يعتبر عروبي إسلامي، المدارس الأخرى اللا عروبي ما إسلامي. قصدك اليسار؟ اليسار كان منحاز إلى التأليف باللغة العامية، من حيث إنهم يقولون نحن سودانيون، نحن ندافع عن السودان، نحن مع محمد أحمد السوداني. فيمكن مدرسة عبد اللطيف عاوزة تقول إنه نحن لسنا أقل منكم وطنية، وسنؤلف وسنتكلم مع الشعب السوداني بلسانه الذي تقولون أنكم تتكلمون معه به. في بعض الجمعيات كمان ثقافية نشأت في تلك الفترة تنادي بعودة النوبية القديمة. صحيح، الثقافة صحيح. ما هي دي من الآثار الدعوة الكبرى الجاي من برا. يعني أثر خارجي طبعا. أنت ذكرت عبارة حق نقيف عندها، قلت مدرسة عبد اللطيف. عبد اللطيف عنده مدرسة؟ نعم. طيب. أنا أرى إنه عبد اللطيف عنده مدرسة، وأنا قد كتبت ذلك في كثيرا في عمودي بتاع ليت شعري اللي كان ينشر في جريدة الصحافة العشر سنوات الماضية. طيب. أرى إنه عبد اللطيف له مدرسة. طيب. لأنه عبد اللطيف بعبقريته واستاذيته وشخصيته الثاقبة جمع حوله بعض من طلابه الذين تأثروا به تأثرا شديدا. فهذه المدرسة هي مكونة من تلاميذ عبد اللطيف، معظم أساتذة جامعيين. قبل ما نعرف تلاميذ المدرسة نفسها عرف لنا ما هي مدرسة عبد اللطيف؟ مدرسة عبد اللطيف الأدبية هي مدرسة عروبية منحازة للعروبة، منحازة للإسلام. أيوة. يعني منحازة إلى الثقافة العربية. الثقافة العربية. طيب. وتلاميذه كذلك. من هو أشهر تلاميذه؟ أشهر تلاميذه نفس التيار. أشهر تلاميذه طبعاً إذا مشينا بالبداية هو الحبري يوسف نور الدائم. أيوة. وعون الشريف قاسم. و بتاع عبد الرحمن تحتضر الاستاذ محمد الواثق. ايوه. وجعفر مرغني. ايوه. صديق عمر الصديق. ابراهيم القرشي. وبابكر البدوي دوشين. وعبد الرحيم علي. ده كلهم من تلاميذ عبد الله الطيب. يعني تعريف مدرسه عبد الله الطيب الادبيه ان هي مدرسه عروبية، بمعنى أنه هي منحازة تماما للثقافة العربية، لكن فيها حاجة تانية، عندها خصوصية أخرى اللي هي وهي إن معظم المؤلفين ديل أو الناس تلاميذ عبد اللطيف عندهم لغة ثانية، إما اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو أي لغة أخرى أو اللغة الروسية، زي مثلا تلميذ التجاني إسماعيل المتعافي ده كان حارس للغة الروسية. أنت بتقول دكتور عبد الله الطيب كتب هذا الكتاب تحت مؤثرين، قلت قد يكون هناك مؤثر خارجي قادم من أيام دراسته، إبان دراسته في بريطانيا واللي هو تدرس الكلاسيك لانجويج اللي هي موجودة بريطانيا. أضف إلى ذلك الموقف الداخلي. لكن قبل ما ندخل أعمق في المسألة دي،
المسألة دي يا دكتور مرتبطة بقضية الهوية في السودان، بسؤال الهوية في السودان. نعم. ولعله بالعبارة الدارية الشكلة يعني. أي شيء صحيح. يعني كده أنه هل يمكن الحديث عن أن الثقافة السودانية بالكامل تنتمي إلى الثقافة العربية؟ ولا هناك ثقافات محلية بعضها إفريقي وبعضها غير إفريقي وكذا؟ الأمر ده مش أيديولوجي أكثر منه؟ والله هو أيديولوجي وأكاديمي وفيه أفكار كثيرة جدا وأدبي، لكن أنا لما أتكلم عن مدرسة عبد الله الطيب بقول إنه عبد الله الطيب الانحياز بتاعه طبعا هو للغة العربية. نعم صحيح. يعني ما للغات المحلية ولا الأفكار الأخرى، زي مثلا الجماعة الثانية اللي عندها مثلا جمعية أبا دماك أول حاجة، اللي هو ضد ذلك ما معه. الإشكال في إنه إذا أنت كنت الموقف بتاعك ما هو الموقف ده، لماذا تفعل ما يفعله المضادون لك؟ يعني هذا شيء فعلا مدهش يعني غريب. أنا قبل كلمتك بإنه مثلا عون الشريف اللي هو أكبر تلاميذ خاصة في التأليف، يعني هو عندهم دور كبير جدا، هو عالم ثبت وعنده صبر وعنده جلد على المطالعة وعنده جلد على البحث، والدليل على كده قاموس اللهجة العامية والموسوعة الأنساب، فده تأليف غريب جدا. يعني الثقافة السودانية ثقافة عربية بس؟ أنا عاوز أقول إنه ما أنسى إنه عون الشريف اعتذر في المقدمة بتاعته لكتابه بتاع قاموس اللغة العربية، اعتذر نحن قبل قرينا. هو الأمر التأليف العامية تطلب اعتذار، هو في نظره كده قال، يعني هو كأنه خاف إنه الناس يقولوا لماذا تؤلفون باللغة العامية، إن في تأليفكم للغة العامية تفريق للعرب وتفريق للغة العربية الفصحى، فإذا كانت السودانيين يؤلفون بالسوداني والسعوديون يؤلفون بالسعودي والمصريون يؤلفون والسوريون يؤلفون بالسوري، سننتهي إلى ما في عندنا لغة مشتركة. ده كلام القومية. القومية العربية. نعم. فهو عون قال لا، قال نحن بنألف باللغة العامية لأننا بندرس المجتمع من خلال اللغة العامية. يعني كأنه هو ثقب ثقب آخر، بأنه هو دراستهم للغة العامية أو اهتمام باللغة العامية هو اهتمام بالمجتمع. فكده يعني ده اعتذاره قال كده يعني. أنت عندك موقف من العامية؟ عندي موقف من التأليف بالعامية، مش موقف من العامية. بمعنى؟ يعني أنا ما حألف باللغة العامية، لأنه أنا يعني في نظري إنه الكلام اللي قاله مصطفى صادق الرافعي صائب جدا، اللي هو ده غزو يعني. يعني أنت إذا تراخينا في مسألة التأليف باللغة العربية الفصحى سننتهي إلى أن لا يكون عندنا لغة عربية فصحى. لكن ده مش بيجيب ضد معنى تاني يا دكتور. أنا لما أقول لك الآن الثقافة، أنت لو طلبت منك تعريف الثقافة السودانية للسودانيين هتعرف فقط من جانب واحد أنه هي ثقافة عربية؟ لا أنا أقول شنو، إذا كان في ناس عاوزين يألفوا بلغات تانية اللي يجودوها ويألفوا بها، لكن نحن الناس اللي بيألفوا باللغة العربية يجودوها ويألفوا بها، لكن الموقف المتوسط ده بتاعت إنك ما تألف باللغة الفصحى وتألف باللغة ملحونة، هذه المشكلة. هي اللغة مقدسة؟ اللغة مقدسة لأنها لغة القرآن الكريم. العرب نفسهم كان عندهم لغاتهم الخاصة اللي ممكن تسمى لهجات. إلا لكن ما في الآخر الإسلام جمع على متوسط لغة قريش. الأمر ما بيعمل حساسية لبقية القوميات السودانية؟ لا، أنا ما قلت لك قبل شوية، أنا قلت لك ما ممنوع إنه الناس التانيين يألفوا، لكن نحن إذا ألفنا باللغة العربية نألف باللغة العربية الفصحى. يعني إذا كان في لغة نوبية فصحى يألفوا باللغة النوبية الفصحى. يعني هم أحرار يفعلوا ما يشاءون. يعني ما أخذك على اللغة ما أخذ ذات طابع قومي بأنها تضر بوحدة الثقافة العربية. تضر؟ لا، تضر والله ربما تضر، لكن بتضر من ناحية لغوية، يعني مش من ناحية سياسية ولا من ناحية اجتماعية. فرق الموقف السياسي والاجتماعي واحد. يعني ترى نعم. ما في فرق. طيب نرجع للمدرسة الأدبية للدكتور عبد الله الطيب. تذكرت عدد من التلاميذ. نعم. حدو اختاروا أيضا أن يكتبوا باللغة العربية. في كتاب تاني عبد الله الطيب برضو نلمس فيه بعض العامية، يعني مش كذا، اللي هو من نافذة القطار. نعم. وحقيبة الذكريات. نعم. والدواعي طيب شنو انه برضه، لانه كان بيكتب سيرته. نعم، لانه كان بيكتب سيرته الذاتية. بيكتب يعني سيرته الذاتية وكذا، لكن انا ادخلي هي نفس الفكرة. يعني هو لماذا يكتب باللغة العامية؟ ها يعني نحن ما سألناه.
يعني احنا الحقيقه فوتنا فرصه. ما سالته. لا يا ريت لو كان سئل عبد اللطيف لماذا يكتب باللغه العاميه. انا ما اظن انه مسجل له لا كتابه ولا في اي من ادوات التسجيل انه سئل لماذا الفت باللغه العاميه، ودي بالمناسبه فوتت علينا سؤال مهم كان. والله يا ريت. والرجل طيب. معاصر يعني. بالرجوع برضه لسؤال الثقافه في السودان، طبعا انت تكلمت فقط عن التاليف مش التركيز يعني. نعم. لا نؤلف الا بالعربي. نعم. في النهاية الشعر تأليف أيضا، كتابة صناعة يعني وكذا. نعم. والنثر وكذا. الآن إحنا عندنا تراث كامل من الشعر العامي في السودان. نعم. المدرسة دي موقفها شنو منه؟ والله المدرسة موقفها منه، أنا سمعت عبد الله طيب كان قبل كده كان بيقول إنه اللغة العامية السودانية هي أقرب العاميات إلى اللغة العربية. يمكن يكون ده المسوغ بتاعه لأنه يؤلف بحرية باللغة العامية، لأنه هو يرى أنه حتى لو ألف باللغة العامية فهو يؤلف باللغة العربية. وطبعا لكن الناس لا يعني لا ربما ينتقد في ذلك. ممكن يكون في تعايش دكتور ما بين العامية والعربية في التأليف في الثقافة السودانية، ولا أنت مع الموقف الحاد أنه إذا تم تأليف أن يتم فقط باللغة العربية؟ والله أنا أنت سميت موقفي حاد، يعني أنت خلاص اتخذت منه موقف. طيب ما حاد دخلت شوية يعني الحساسية. طيب أو من الكتاب العامية. أيوة. يمكن هذه بتعايش ما بين اللغة يعني اللغة العامية واللغة ما هو الـ 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 يعني هسي مثلا اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الروسية أو أي لغة من اللغات، هل إذا درست يعني هسي تولستوي ولا شكسبير ولا ديكنز ولا أي واحد من الجماعة دي يألف باللغة العامية؟ ربما إلا إذا مثلا أورد كلام من بتاع شخصية في وقت معين، لكن ما ممكن يكون التأليف باللغة العامية. إذا ألفت باللغة العامية هدمت اللغة كلها لهذه الدرجة. أنا أظن كده ده موقف حاد والله. طيب أنا حسأل سؤال تاني برضو من ضمن أنا عاوز موقفك أنت يا دكتور برضو، يعني باعتبارك أنت أيضا من كبار الكتاب في السودان وعندك كثير من المؤلفات والكذا، يعني لفت انتباهي أنت عندك كتاب يمكن وصفه بأنه العامي، يعني طابت الشمس غابت. صحيح. اللفظة دي لفظة عامية. صحيح، يعني أقرب إلى العامية لكن هي في العنوان بس. لكن التأليف جوا كله باللغة العربية الفصحى في الغالب. يعني عندنا كان تيار في الكتابة بالعامية الآن في السودان، يعني هل الآن أنت في ملمح المشهد الثقافي العام تلقى لسه في تيارات تنادي أو تشتغل على الكتابة العامية في السودان؟ والله نعم. أنا سيدي من الحاجات اللي لفت نظري جدا يا أستاذ غسان، مثلا في برنامج اسمه ريحة البن. ده شارع برنامج شعري. ده برنامج شعري ألفت نظري، وأنا مرة كتبت عنه ألفت نظري في البرنامج ده إنه معظم المتكلمين في المشاركين فيه شباب أي. ومعظم المشاركين فيه شباب، وهو برنامج بتاع دوبيت في اللغة يعني باللغة العامية السودانية. أيوة. الشيء الثاني الطريف الغريب فيه إنه الدوبيت ده أحيانا تؤلف نساء. ده غريب. وده غريب. صحيح. لأنه الدوبيت أصلا هو يعني أصلا هو تأليف رجالي. صحيح. وفيه دائما الفخر وفيه الرجولة وفيه الفروسية وكذا. فأنا قلت يكون يا ربي الشباب ديل ألفوا باللغة العامية، ولماذا أصروا أن يبعثوها مرة أخرى الدوبيت؟ اللي هو شيء تقريبا قد ينطرح الكتاب في التأليف وتراجع لها. صحيح. هو مش ابن حياة البداوة بشكل أو بآخر يعني. طيب لماذا رجعوا إلى البداوة مرة أخرى ولماذا رجعوا إلى الدوبيت مرة أخرى؟ أنت تفترض أنه بيكون في تيار متحرك الآن نامي. أنا أفتكر هو 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 يريد أن يبلغ الفصحى، ولكنه دي درجة من محاولة البلوغ إلى الفصحى. أنا في نظري كده، يعني لانه انا ايضا قلت نحن كمعلمين قصرنا في انه الشباب ما علمناهم اللغه العربيه بطريقه ممتازه. حصل تراجع الان في اللغه العربيه بالسودان. والله يا اخي اذا كان شفت يعني مبادرات زي بتاعت ريحه البندي اقول ربما يعني يكون ربما يكون في تراجعات اللغه، ربما يكون في انبعاث. طيب انا حقيقة في النقطه دي واخرج لهذا الفصل دكتور، ثم نعود لنواصل الحوار مع دكتور عبد اللطيف سعيد حول كتاب الاحاديث السودانيه. كونوا معنا. مرحبا بكم، لازلنا في الوراق مع دكتور عبد اللطيف سعيد حول كتاب الاحاديث السودانيه للدكتور عبد اللطيف، نناقش هذا الكتاب. دكتور مرحبا بك مره اخرى. تلاميذ كثر لعبد اللطيف. صحيح. وانتاج وتتبع مدرسته وتياره. نعم. عندما نذكر اسم عون الشريف قاسم، يعني عون الشريف أنا بفتكر هو من علماء هذه المدرسة.
وأنا مرة كان نادوني في منتدى وكان في وعون ذاته، اتكلمت عن إنه وعون مؤلف ولغوي ومحلل، ولكني قلت إنه ليس أديب، فزي كأنه مارضة، لأنه الأديب هو إما الذي ألف نثرا أو شعرا، ونحن طبعا في مؤلفات البين أيدينا عون ما عنده، صحيح ما عنده ديوان شعر الموسوعة والعامية السودانية، يعني عشان كده أنا بقول تأليف هو تأليف بتاع علماء، وعنده زي ما قلت لك قبل كده جلد على المطالعة وصبري على الدرس. وحتى بعض الناس ربما يقول لك بسبب إنه هو فيه عنصر ما سوداني، نحن السودانيين ما صبورين على القراية، هو صبور يعني الموسوعة ده عمل عظيم، الموسوعة عمل عظيم يعني عمل كبير جدا، يعني يمكن يكون بسبب انه الاصل اليمني فيه جعله يصبر على المداومة. طيب ده طبعا اذا مبزأ الى لا ده رأي في النهاية. طيب لما نقول بروفيسور ابراهيم القرشي، ابراهيم القرشي هو تقريبا مع صغر سنه، مع انه هو بالنسبه لعون من تلاميذه، لكن هو برز بشكل واضح لانه التاليف بتاعه خصب وجزله كثير، وهو الف في مجالات عديده، يعني من الحاجات من الكتب اللي الف النادره جدا المقارنه بين امرؤ القيس والحردلو، الكتاب بالمناسبة كتاب نفيس جدا. صحيح. عنده كتاب اسمه عادات سودانية وعادات سودانية ذات أصول عربية، برضه ده من الكتب وأخذ جائزة افتكر. صحيح. أي. ويعني إبراهيم القرشي، وطبعا تأليفه في المدايح وجمعه للتراث بتاع المديح جهدي خاص. صحيح. كبير جدا. الشاعر محمد الواثق، الشاعر محمد الواثق اشتهر بالمناسبة، الشاعر محمد الواثق من الأساتذة الممتازين، يعني أنا مرة بتكلم مع أخونا عبد الله حمد الله، قال لي الواثق من 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 اكثر الناس مهاره في تحليل النص، وانا وافق في الحكايه دي، يعني عبد الله يعني الواثق لما يحلل النص انت بتقعد تعاين كده بس. هو اشتهر اكثر طبعا لنقده اليوم درمان، صحيح قصيدته، انا عاوز اقول كده، يعني هو كان بيدرسنا نصوص، كان بيدرس مسرح، كان بيدرس القافيه والبحور الشعر، لكن اشتهر عند عامة الناس بأنه هو مؤلف كتاب أم درمان تحتضر. طيب أنت عندك موقف كان من هذا؟ الموقف بتاعي كان موقف مبكر جدا، أنا الوقت ده كنت طالب في سنة ثالثة في جامعة الخرطوم، وكنت أول من رد على الواثق وأنت طالب في 102، وهو ذاته كان موجود، فأنا اتخيلي هو اتبسط لانه ان يرى من طلبته. انت ايه كان طبيعه موقفك يعني من موقف أنا كنت هذا النقد الموجه؟ انا كنت بفتكر انه ام درمان هي رمز من رموز الوطنيه السودانيه والقوميه السودانيه، فان تقول تهجوها هذا الهجاء البشع، انا افتكر رايت ان ذلك طعن في هذه المعاني الجميله، فقمت رديت بفكره الانتماء للسودان، انتماء القوميه السودانيه وكذا. حتى هو القصيدة بتاعته أنا رديت له على بين نفس الروي والقافية، وقال قالت وقد جئت لأم درمان تأويني، أما تخاف بها لذع الثعابين، من كل ملساء لا يبدو لها أثر، لا تقذف السم إلا بعد تمكيني. أنا قلت لي إني أتيتك يا درمان فأويني، إذ مهجة القلب من بعض القرابين، حبي لأهلك حب بت أعرفه في هزة، صرت أخفيها فتخفيني، ما جال لبي في حسن لأعشقه إلا تفردت بين الناس والعين، أرضعت روحي إكبار الجمال، وقد فطمتها عن سوى حب الميامين، وفي الحمى من يعاطيني الغرامة، ولي رب يبارك ذات الحاج بالنوني، فاحفظ علي إلهي خلتي أبدا من لعنة السين أو غضبات النيروني، دعوت دعوة نوح أن يدمرنا، هل فارت نوركم بالروني والسين، أي الرسائل يا هذا تبلغنا، أجئتنا مرسلا من بعد ياسين، فزينة القوم رجس أيما خبس، وعجلهم قبل آذى قوم هارون، وهكذا. جميل. العودة إلى التلاميذ، حينما نذكر علي المك، أنا السؤال أنا في بحثي قلت هل علي المك يعتبر تلميذ اصيل لعبد الله طيب ولا لا؟ لانه هو اصلا ما في كليه الاداب. وفي شروط ان تكون تلميذ لعبد الله؟ والله يعني ما دي الشروط الاساسيه اللي وضعناها، اللي هو ان تكون منتمي تقريبا لكليه الاداب، لانه معظم الناس دي حوله في كليه الاداب. عبد هنا علي المك اصلا الدراسه بتاعته اقتصاديه في الاصل، قال في كليه الاقتصاد. الشيء الثاني كان عنده ميول اشتراكيه، انا ما اعرف هل هو يتطابق
مع الاتجاهات بتاعت عبد اللطيف الأدبية والفكرية وكذا ولا لا؟ هو يعني من الشروط أن يكون العربية والإسلام والانتماء الإسلام. نعم. بخلاف الشرطين دي بتلقى بدل من عبد اللطيف. لا، تكون في كلية الآداب. طيب. تكون مجيد لأكثر من لغة. تكون بتحب عبد اللطيف وكلية الآداب. يعني حتى محبة عبد اللطيف شرط من شروط المدرسة. يبدو كده. بالمناسبة أنت يعني الهناية الشروط بتاعت بناء المدرسة دي هي ما صارمة أسي لو لاحظتها. نحن بس في السودان هنا بندقق على رقبتنا كثير. طيب. يعني أسي دي المدرسة العملة من الشادي دي بتاع مصر مدرسة شنو اسمها؟ يعني مدرسة شعرية ولا مدرسة شعرية هاي. فهي المدرسة دي ما عندها شروط غير انه هو بس جمع الشعراء وعملهم في مجلة واحدة وكلهم كانوا بينشروا عنده. الشعراء المحدثين ليه شوقي كان بينشر عنده. مين شادي دي؟ لا مشكلة نذكره. طيب. يعني ما شروط صارمة زي ما انت قلت قبل. نعم. شوية. طيب ايضا من التلاميذ نذكر ايضا صديق عمر الصديق ايضا دكتور. مؤكد. دكتور عمر الصديق وعلى حداثة سنه ايضا يعني ما شاء الله. يعني صديق عمر الصديق عنده بداهة وعنده مقدرة وعنده تمكن في اللغة العربية يعني كثير جدا. لما انا اشوفه في القنوات يعني اشعر بانه السودان يعني ممثل بطريقة ممتازة جدا. المدرسة دي بتلاميذها مواقفها متطابقة؟ يعني من نقول انه طرف منا او واحد منا عنده موقف مثلا من الشعر الحديث، هل ينتمي ده لتيار عبد الله الطيب؟ وهل عبد الله الطيب ذاته ما عنده شيء من الشعر الحديث؟ ده سؤال. بعدين عبد الله الطيب مترجم، والترجمه ذاتها بتقودك ولو بدون ما تشعر الى الشعر الحديث. يعني عبد الله الطيب ترجم كثير جدا من الاعمال الادبيه بتاعت الشعراء محدثين في اوروبا وغيره. فيعني عبد الله الطيب بسبب ثقافته المتنوعه يبدو لي انه يكون عنده اتجاه زي ده ايضا. نعم. على ذكر المؤلفات، احنا طبعا كل ما نذكر عبد اللطيف نذكر المرشد، مش كده؟ طوالي الى فهم الشعر العربي. انت قبل ذكرت حاجه حول منهج دكتور عبد الله الطيب بانه عنده منهج خاص. نعم. طيب انت ذكرت اول حاجه الاسترسال. الغريبه الغريب المرشد ده يمكن يكون على غير المنهج مختلف شويه. يعني لانه لو لاحظت المقدمه بتاعت طه حسين في الاول. يعني طه حسين كانه قال ما قرا كتاب زي ده قريب. صحيح. فانا ما عارف نحن بتواضعنا العام كده نقول دي مبالغة ولا نرضى بأنه فعلا دكتور طه حسين ما قرأ كتاب في الزمن ذاك يشابه ما ألفه هذا الأسمر الذي جاء من جنوب الوادي. فيعني الكتاب بتاع المرشد فعلا كتاب من الزخائر. يعني شو تقيد اكثر بشروط المنهجيه؟ يعني انا اكثر من بقيه الكتب، يعني خاصه كتب الذكريات عبد اللطيف ينطلق فيها على ينطلق على سجيته. يحكي. نعم. يحكي. نعم. طيب انت برضو عندك كتاب مهم عن مصطفى صادق الرافعي. انت شايف برضو انه في اثر من هذه المدرسه على عبد اللطيف؟ والله عبد اللطيف انا قريت له كلام الغريبه هو منحاز لطه حسين. ايوه. وطه حسين عنده عداوة تاريخية مع مصطفى صادق الرافعي. يعني أنا كنت بستغرب في أنه عبد اللطيف ما قاعد يذكر مصطفى صادق الرافعي كثير. ذكر من الحاجات اللي بذكر أني قريتها، ذكر طه حسين وأشاد به، وكأنه ما كان بيحب العقاد كثير، ما أعرف ليه. لأنه العقاد يبدو السودانيين أكثر ميل للعقاد. لكن هو ما كان بيحب طه حسين أكثر من العقاد. بعدين كان ما بيحب ده مصطفى المنفلوطي برضه. اي لانه انا بتذكر في كتابه واحد من كتبه قال وفي كل نهايه قصه يقول واحست البنت بان شيئا يتحرك في احشائها، جاءت من القريه وقعدت في المدينه قليلا واحست بان شيئا. فهو كان يسخر من المنفلوطي بانه عنده كليشيهات كده زي ما هو عبد اللطيف بيقول مغسولة ومكررة وما عندها قيمة. شخصية عبد اللطيف يمتلك قدر من السخرية فيه. نعم. يعني هل هي ماخوذة من الجاحظ؟ هل ماخوذة من
الطرافة الموجودة في الأدب البريطاني بالذات إنجليش ليتريتشر، هي بتكون برضه نمت الفكرة دي، قرأ كثير، هو قرأ هنا وهنا وهنا. فأنا أتخيل لي كده يعني. بعدين عنده أصول رباطابية عبد الله الطيب المناسب. أها بالله دي يكون يعني. طيب يمكن برضه يسأل سؤال من بقية التلاميذ، احنا بنتكلم مثلا عن من تلاميذه ايضا زكريا بشير امام. صحيح. زكريا بشير امام هو تاريخ من التميز الاكاديمي، كان الاول all the time يعني. وكتب كتاب مهم عن عبد الله الطيب. صحيح. اسمه عبد الله الطيب ذاك البحر الزاخر. صحيح. وهو في الحقيقه هو في الاساس زكريا فيلسوف. صحيح. كان في كان في قسم الفلسفه في جامعه الخرطوم، وله مؤلفات كثيره في الفلسفه والادب. لكن انا ما اعرف، يمكن زكريا ينتمي الى مدرسه عون، مدرسه العلماء اللي بيصبروا على التاليف وبيعملوا اشياء كبيره وضخمه. لكن عنده انتاج كبير. صحيح. عنده انتاج كبير. لو رجعنا للكتاب بتاع الاحاجه السودانيه برضه في سياق الكتب اللي اشتغلت على الثقافه الشفهيه السودانيه والثقافه الشعبيه، وين نضع هذا الجهد، جهد دكتور عبد الله الطيب كتاب الاحاجه السودانيه؟ ما الذي يقدم من فائده؟ والله يعني احنا نقدر نقول انه عبد الله الطيب ساهم في اثراء مكتبه الطفل السوداني، لانه هي الاحاجه دي اصلا موجهه للاطفال، هي دي اصلا بتعملها الحبوبه او السيده. كل الاحاجه موجهه للاطفال تقريبا يعني، الحاجه اللي عندنا دي كلها السمحة. لانه لو لاحظت دائما عندها ختمه كده، بانه بيقولوا للاطفال كلمه كده خاتمه، بمعنى انه المراه التي تقص لهم القصه تختم هذه القصه بطريقه طريفه، حتى انه الاطفال يضحكوا ويناموا وهم مسرورين. فيعني انا اقول عبد اللطيف بكتابه دي ساهم في اسراء مكتبه الطفل السوداني. طيب أنا في الختام دكتور تقدم بالشكر الجزيل دكتور عبد اللطيف. الحلقة دي كانت يعني محاولة أولية في سلسلة حلقات عن الدكتور الراحل عبد الله الطيب. احنا اخترنا معك كتاب الأحاجة السودانية، نتمنى إن شاء الله نواصل معك في كتب أخرى يعني في مقبل أيام إن شاء الله. شكري وتقديري لك في حضورك لهذه الحلقة. شكرا أخ غسان، جزاك الله خير. شكراً.